الرحيم. الموضوع مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صباح يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول في عام الفيل، ويوافق 20 من شهر أبريل سنة 571 ميلاد. روى ابن سعد أن آمنة بنت وهب أم رسول صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام. وهناك أمور عجيبة حدثت عند ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، سقطت 14 شرفة من قصر كسرى. ثانيا، انطفأت النار التي كان يعبدها المجوس. ثالثا، انهدمت الكنائس حول بحيرة ساوى في العراق. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد وختنه يوم سابعه. وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه بأسبوع ثويبة مولاة أبي لهب بلبن بن لها اسمه مسروح. وأرضعت ثويبة أيضا عمه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي.